وأجوبنا على هذا السؤال مرارا وتكرارا، وقلنا لكم بأنه من بعد المواقف اللي دفعنا عليها طيلة هذه السنوات كاملة منذ 2008 على وجه الخصوص، يعني غيصعب أننا نفسروا المواطنين نخرجوا من الانتخابات ونعود نقول لهم رحنا غنمشيو، وهذا دليل على أنه اللي كيكون باغي راه بعض الأحزاب الأخرى راه دايرها، بما فيها بعض الأحزاب الوطنية راه دايرها، كتقول لك حنا من بعد الانتخابات غنقرروا. كيفاش من بعد الانتخابات غنقرروا؟ الواقع كيقتضي أن الحزب اللي كيحترم نفسه وكيحترم المواطنات والمواطنين يقول لهم دابا اش باغي يدير، ماشي يخليهم يصوتوا عليا وانا من بعد غنمشي لليمين غنمشي لليسار غنمشي ندير اللي كيفاش. الناس مصوتين على مشروع سياسي، وبالتالي احنا في حزب تقدم اشتراكية بالنظر للمواقف اللي تبنيناها نقول بانه هناك بعض الاختيارات اللي ما يمكنش نديروها، وهذا دليل على ان ديك السؤال اللي طرحتي بان ما كنقلبوا على المناصب، راه كون كنا كنقلبوا على المناصب غنمشيو مع الرابحه، اللي ربح مرحبا، لا احنا ماشي اللي ربح مرحبا، احنا عندنا توجه واضح وغنحترموه.